مشاهدينا ننتقل إلى كاميرا سيدتي واللي أخذتنا في جولة ممتعة من داخل فعالية رياض زو، أحد أبرز المعالم الترفيهية من ضمن فعاليات موسم الرياض. زميلتنا غالية ناصر أعدت لنا التقرير التالي، خلونا نتابع. والله مفاجأة بالنسبة للكل، يعني ما كانت كذا حديقة الحيوان في الأعوام السابقة، الآن هي محط الأنظار وأتمنى أنها يمددونها، لأن يعني حلو لو يمددونها خلال الوقت بدأ يبرد وسع الصدر والناس مستانسة. جيت مع أمي الله يحفظها لي واستمتعت بالمكان، وكان النظافة ومكان جميل، واستمتعت مع الحيوانات وحطوا الطعام مجاني يمدينا يعني نطعم الحيوانات، والله عجبني المكان. ثاني وثالث بالعكس، أنا شفت فيها تطور قوي. استمتعنا والله في حديقة الحيوان، ما كنا الصرافة، شكرا ملك سلمان ومحمد بن سلمان، استمتعنا كثير، حطوا أشياء جديدة كثير. دخلنا وشفنا العرض اللي قاعد يسوونه وناسة، والله صراحة أفضل من قبل، أول ما كان في زي كذا يعني المحلات والهذي تغيرت. أكلنا الزرافة والفيلة ونحب نأكل القرود. والله تجربة ممتعة، تغيرت الحديقة، أنا أذكر جيتها من زمان من سنوات لما كنت صغيرة، بس متغيرة كليا، الأجواء ممتعة وهادية رغم أن المكان زحمة بس يستوعب العدد. الفيل والزرافة. زرافة، إيش تعني أنت تحب تأكل؟ إيش التجارب اللي سويتيها؟ يعني أكلتها وكذا. ممتازة جدا، ممتازة جدا، والتنظيم مرة ممتاز وتنسيق مرة حلو، كل شيء والله كل شيء. أكل الزرافة. أكل الزرافة. نصينا نوكل الحيوانات لأن أول كان ممنوع. والله بشكل عام جميلة، بشكل عام يعني ما في شيء ما هو مستثنى منها، يعني تنظيم كويس، الإدارة برضو كويسة، ما في أي مشاكل أبد في الحديقة. شكرا زميلتنا غالية على هذا التقرير الجميل، وبالفعل رياض زو من أجمل المناطق اللي ممكن زيارتها خلال موسم الرياض والاستمتاع فيها مع أفراد العائلة، خصوصا وأن الأجواء جميلة جدا في الرياض، واللي يعرفوا أن إنه مواعيدها يعني الفترة الصباحية والظهر والعصر يعني بتكون، فهذه أجمل فترة أن الواحد يقدر يطلع يستمتع بالشمس، يستمتع بالأشياء الجميلة والفعاليات الجميلة اللي شفناها في رياض زو. يعني تغيرت كثير علي، انا رحت الرياض زو قبل ما تكون فعاليه من ضمن فعاليات موسم الرياض، يمكن السنه قبل سنتين يعني، وهي حلوه الحديقه بحد ذاتها، نسموها حديقه الحيوان او حديقه الحيوان حقت الرياض، هي حلوه وعائليه وجميله جدا، واعتقد فيها ذاك ال فيها 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 شو مره مشهور حق القرد اللي دمه مره خفيف والناس يقعد يصفقوا له ويغنوا، هو يقعد يقول لي تخيلي سبحان الله، يعني مره شيء غريب، يعني مره القرد ذاك حلو يعني صراحه، يعني بس انه الفعاليات الجديده والشكل الجديد للرياض زو اليوم مختلفه تماما، يعني لازم الكل اللي يجي الرياض لازم يحضرها. هي كمان الاحلى بكذا انك تشوفي انواع مختلفه من الحيوانات، وفي نفس الوقت يعني الاطفال او حتى الكبار في السن اللي يحبوا الحيوانات يقدروا يحتكوا بهم بشكل مباشر، صح. أنواع مختلفة من الطيور النادرة وغيرها، فسبحان الله يعني هي غير إن هي تجربة حلوة وممتعة، بمجرد إن الإنسان يحتك مع الحيوانات ويدخل فيها سبحان الله إلا ما يغير مود، عرفتي؟ يمكن أنا أتذكر في أول موسم للرياض رحت الرياض زو وكان عندنا تصوير تقرير هناك، كان في أنواع نادرة من الحيوانات المفترسة، يعني عارفة تشوف النمر الأسد الأبيض أو النمر الأبيض، هو المهم واحد كان ميكس أم نمر وأبوه أسد شيء زي كذا، كان غريب يعني، الدلافين، الزرافة، الحيوانات الضخمة الكبيرة تشوفيها كذا قريبة من السيارة. عموما يعني أنا بالنسبة لي تجربة أي مكان فيه حيوانات بتكون جدا ممتعة، وبشوف كيف الأطفال بيتفاعلوا مع الحيوانات، بيكسروا حاجز الخوف، كيف مثلا بيأكلوهم، كيف بيقربوا منهم، كيف بيحتكوا فيهم، مرة 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 حلوة من جد.
جد من احلى الفعاليات اللي لازم الواحد يجربها. يعني انا اشوف انه كثير ناس لما يتكلموا عن الزو او هذه الاماكن اللي فعلا فيها حيوان، يعني انا افضل السفاري اكثر، احب السفاري اكثر، دائما يقول لك الاطفال الاطفال الاطفال. طب احنا اطفال، احنا نبغى نروح نستمتع، احنا نبغى نروح ننبسط، يعني ليش ما اروح انا وصحباتي العصر نروح ونخلص او نتغدى او يعني نسوي فعاليات؟ بالعكس، الواحد حلو انه يكسر روتين، حلو انه يشوف اشياء جديده، اشياء صح. ما هو متعود عليها، فالواحد يستغل موسم الرياض. يعني يمكن موسم الرياض من الاشياء اللي مخليتني في الرياض يا جماعه، والله عجزت انا كل ما جيت ابغى اسافر بعدين اقول لا موسم الرياض بعد شوي بيخلص، بعد شوي بيخلص، يعني ابغى الحق، ابغى اروح اسوي فعاليات، ابغى اروح اسوي اكتيفيتيز، ابغى استمتع بالاجواء الحلوه. ففعلا يمكن الزو غيرها من الفعاليات في موسم الرياض، واللي تعتمد على الاجواء الخارجيه او ان الواحد يعتمد على الجو اللي برا ويستمتع فيه، موجوده عندكم. يعني مثلا زي كومبات فيلد على سبيل المثال، المطاعم المكشوفه، البوليفارد وغيرها طبعا من الاماكن والزونات. فاحنا جدا محظوظين. الحلو في موسم الرياض انهم ما ركزوا على فئه واحده، انه ركزوا على فئات مختلفه. صحيح. يعني ركزوا على البنات اللي يحبون الشوبينج ويبغون يسوون شوبينج، والناس اللي تحب المقاهي ورواد المقاهي، والناس اللي تحب المطاعم العالميه كمان خصصوا لهم هذه المطاعم وهذه الاجواء اللي هم يحبونها، كمان الاطفال والناس اللي تحب انها تكون حول الحيوانات او تشوف العروض زي ما ذكرتي ريم، حمستيني على هذا العرض. انا لازم اروح اشوف، انا احب اشوف كيف الحيوانات ممكن انها تسوي اشياء غريبه الواحد انه اوه ايش قاعد يسوون. فحمستيني فعلا. انا الى الان للاسف ما رحت، لكن ممكن قبل ما ينتهي الموسم لازم زياره. انا صدقي الى الان بالفعل انا مأجله كل، انا ما زرت اي شيء من موسم الرياض. يمكن اليوم اول فعاليه حبدا اروحها اللي هي انا عربيه حبدا، فاقول كنت دائما كنت اقول خلي الجو يبرد شويه وابدا اطلع اروح الفعاليات، خصوصا الوينتر. يبرد اكثر من كذا يا ريم؟ هو ده اليوم، هو جاء فجاه بس بالضبط. الان هو الوقت المناسب اننا نطلع للفعاليات الوينتر لاند. انا الى الان ما رحت الورد اللي هي بوليفارد وورد اللي فيها العشره. هذا المكان بالذات لا يفوتك. بالضبط هذا المكان حرفيا لا يفوتك. انت اكيد رحتي. اي فحكيني. كان هي طبعا في 10 دول، 10 دول، وفي البحيره العالميه اللي سجلت اليوم في جينيس ريكورد. صحيح. وفي جريندايزر اللي صار برضه في جينيس كاكبر مجسم حديدي وهكذا. ففي حاجات كثير، انا مره متحمسه على الورد. ايش احلى منطقه انت عجبتك؟ شوفي انا بالنسبه لي بما اني ما قد رحت اليابان، فيمكن اكثر زون انبهرت فيه اليابان. صح كثير. برضو الصين كان متعوب عليه. حلو مره. حبيت اليونان الصراحه، كذا سويت فقره تصوير في اليونان. يعني كانت أجواء جميله، اجواء ميكانوس، وكل المباني كانت بيضاء، الارضيه نفس الشيء. يعني بدعوا لا قوه الا بالله. والمبهر في الموضوع، يعني بالنسبه على طاري بوليفارد وورلد، المبهر في الموضوع يا جماعه انه هذا كله صار في 82 يوم. تخيل 82 يوم انجزوا هذا كله. عن اي تيم تتكلمين؟ عن اي ديديكيشن؟ عن اي اصرار؟ عن اي طموح؟ عن اي يعني شيء مخيف. انا يعني قاعد اقول لا لا لا، مستحيل 82. معقوله يا جماعه 82 يوم؟ اكبر بحيره في العالم، اكبر بحيره اصطناعيه في العالم، الباخرات الصغيره هذه في البحيره لازم تركبونها. كمان في عندهم سياره حقيقيه، سيارة اللي تطفي فوق البحيره او في البحيره. يعني فعلا الطاقه اللي احنا شفناها في بوليفارد وورد وكل موسم الرياض بشكل عام، يعني اكبر دليل على ان الشعب السعودي والشاب والشابه السعوديه فعلا طموحهم عنان السماء. انا ودي كمان اقول، يعني انت بتقولي لسه كنت مأجل اشياء كثير، يا ريم ترى انتبهي، في اشياء الحين بدات تقفل زي المربع، انه راح يبدا الحين يقفل، يمكن باقي له كم من يوم، عرفتي؟ فلازم تلحقي بالزبط. عشان تقدري تغطي ما شاء الله. يعني جوات الفعاليات في فعاليه. صح. فلازم تلحقي. فعلا موسم الرياض مليء بالمفاجآت والاجواء جميله جدا، تخلينا نتحمس اننا نحضرها كلها ونستمتع فيها هذه الأجواء في الرياض. مشاهدينا مكملين معكم، ولكن بعد فاصل قصير.